إمام قال له أنت عيل بغل وناقص. بيكهام لعب سيراميكا رد عليه بالقفا، ده جزء من اللي شافه الجمهور وحكاه من مشادة حصلت بين إمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا. إيه باقي تفاصيل الواقعة اللي حصلت بين بيكهام وإمام عاشور؟ مين فيهم غلطان ومين صح؟ إيه اللي عمله خالد بيبو بعد الحكاية دي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مشادات وخناقات رجعت من تاني في الدوري المصري. إمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام مسكوا في بعض من شوية، والأمور على آخرها خالص في الدوري المصري. المشادة كلها حصلت على عينك يا تاجر قدام الجماهير في مباراة الأهلي وسيراميكا من لحظات. التفاصيل ليها روايتين، بتحكي الرواية الأولى المواقع الإخبارية المختلفة ومنهم موقع كورة الإخباري. أول حاجة قالوا إن الأمور كانت على آخرها خلال الشوط الأول من المباراة بين النادي الأهلي وسيراميكا. لاعبين الاهلي اشتكوا كم مره ان الامور مشدوده عليهم في الملعب، وراحوا للحكم وقالوا له ان لاعبين سيراميكا جايين عليهم قوي في المباراه وبيدخلوا عليهم دخلات شديده وصعبه، والحكم وعدهم باتخاذ اللازم. بس اللي حصل بقى واللي عليه الكلام دلوقتي ان اللاعبين وهم خارجين من ملعب المباراه بعد انتهاء الشوط الاول احتك امام عاشور باحمد رمضان الشهير ببيكهام، والاثنين احتكوا ببعض، وامام اتهم رمضان انه بغل في الملعب من منافسيه وبيكون شديد عليهم يعني في تدخلاته مع اللعيبة التانيين. وتقريبا كده الكلام ده ما عجبش بيكهام خالص ورد على امام عاشور ومد ايده على امام. بس يعني الموقع ما وضحش ازاي، بس في من الجماهير الحاضرين للمباراة حكى ازاي، وهقول لكم عليها في اخر الفيديو. دلوقتي لازم تعرفوا ان الامر كان هيتطور على الاخر خالص لولا تدخل كابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي. بيبو راح على امام عاشور ومسكه كده جامد ووقفه في مكانه. لولا الحركة دي يا عالم كان الامر هيوصل لحد فين، لان امام عاشور كان ماشي ورا بيكهام ورايح عليه، يعني كان ممكن الامر يتطور بشكل سيء جدا. لحقهم خالد بيبو قبل ما الامور تسوء اكتر. بيبو اخد امام وراح بيه على غرفة الملابس وهداه، والامور بقت احسن دلوقتي. بس امام طالبه باتخاذ اللازم مع بيكهام لاعب سيراميكا ويشتكوه لاتحاد الكوره ويتصرفوا معاه بالشكل اللي يوقفه عند حده، لانه شايف ان اللاعب شديد قوي في الملعب بيلعب بشكل ما يصحش. ده غير الرد اللي ردوا عليه في الملعب. بخصوص الرد، ففي من الجمهور اللي حضروا المباراه وقالوا ان احمد رمضان ادى لامام عاشور بالقفا بعد ما امام قال له انه بغل وصعب في الملعب، وده على حسب كلام الجمهور يعني. واللي فيكم اخد باله من الحركه دي يا ريت يقول ويأكد بنفسه الكلام ده في التعليقات، ويشرح ايه تاني حصل اصلا خلال المباراة دي. هل في حد تاني من اللاعبين دخل في مشدة ولا حاجة؟ مستنية اجاباتكم في التعليقات.